اقل من 10 ياردات انذار وشيكا هوبا جوه جول جوه جول كره حلوه 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 في الدقيقه الرابعه من زمن الشوط الاول ابراهيم صلاح هدف جميل واوفر حلو من شيكا بالا وضربه راس رائعه من ابراهيم صلاح يا ولد يا ولد يا ولد اتلعبت حلوه 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 هيلعب بالعرض يلعب عرضيه تاني خطره تفوت لسه عمرو زكي لسه خطوره هوبا عبد الشافي اعتراضات من لعيب جريء ما عندوش مشاكل ما عندوش مشاكل فاتح صدره وعدى ومر وفات هوبا سلام يا شريف يا سلام يا حسن عملت لابراهيم صلاح اللي زاد رامي كان في الوقت المناسب كان في الوقت المناسب يقطع على طول احمد حسن ينطلق من ناحيه اليمين يعمل تمريره يا سلام يا سلام هو ده الكلام هو ده الكلام هو ده الكلام تسديده حلوه اعلان مباراه اللاعب رقم 8 عنده مباراه مع رواندا في رواندا مع منتخب رواندا طبعا وتعادله مع اريتريا في اريتريا انطلاقه من ابراهيم صلاح وتسديده اوبا يمسك على طول حارس المرمى شاكل تعادل يصعد بنادي الزمالك مفيش مشكله ولكن طبعا لا يرضي لا يرضي جماهير وعشاق الابيض لا يرضي جماهير وعشاق مصر كلها النهارده طبعا نادي الزمالك بيلعب باسم مصر فكل مصر مع الابيض كل مصر ابيض النهارده شيكابالا يعمل عرضيه داخل المنطقه لمسه يا سلام يا ميدو لكن ما تحركش رزق هذه البطولة خرج أمام الترجي الأهلي خرج أمام الترجي في آخر بطولتين شارك فيهم النادي الأهلي 2011 في مرحلة المجموعات على حدود منطقة ال 18 لنادي الزمالك عمل محطة حلوة المرسي لفرانسيس اللي تملي بيجي بوشه ولكن ما بيتصرفش في الكرة صامول اوسو صامول مكمل صامول اداها هديه لابراهيم صلاح مع انه لو مررها كويس بيستلم منه الكرة ويوسف العياطي بتقدم يخش يقطعها يا ولد يا ابراهيم صلاح غمزه كده همزه وغمزه ولمزه ويلعب الكرة على طول وهجمه مرتده سريعه النادي الزمالك بيلعبها لابراهيم صلاح ابراهيم صلاح ابراهيم صلاح وشوطه بره فوق معوض سيد معوض يخسر الكرة بهجوم خطير لفريق نادي الزمالك على اليمين حمراء مرة أخرى السيد معوض طبعا نادي الزمالك فريق عنده تاريخه في افريقيا اللاعب الآخر عبد الله السعيد عمر جمال حقيقة مدرسة كبيرة برشا مدرسة الدراويش السيمة لجمعة سيف جمعة سيف في نص الملعب عايز يعدي جمعة لكن اتقطعت منه اتقطعت منك يا جمعة مش يومك لمسة يد على رزاق أوموتيوسي لاعب النيجيري الأصل البنيني فرانسيس بواتين تتقطع منه الكرة ابراهيم صلاح مقدم مباراة جيدة على لعبد الحكيم يا سلام يا محمود الحاجات الصغيرة اهي بتاعت الخماسي اهو عايز يفوت تاني انما خبطت استنى شاكر هيلعب بالعرض استعجل شاكر يخطف ابراهيم صلاح بيحاول يبص يلعبها هناك عند شيكابالا عشان يبدا الهجمه قرر في اتزان عند النادي المصري مفيش اندفاع او في الهجوم حاولوا يامنوا بشكل كبير ابراهيم صلاح عايز يعمل هات وخد رزاق بيطلب ماشي شيكابالا ماشي شيكابالا لعب كره حلوه لابراهيم صلاح وابراهيم صلاح وهوبا يلعبها على طول تاني لعبه حسن المحترفين ساندرو مثلا في نادي توتنهام ايضا الوزاو نجم نادي بنفيكا فابيو كل شوارع الدوحه بيغطوا الحقيقه هذا الحدث الكبير مباراه المنتخب المصري امام المنتخب البرازيلي على القائم الاول محمد حجاز احمد حجاز يتقدم لكن على طول الكره تبعد من جانب الدفاع البرازيلي وتطلع الكره محمود فتح الله ينقذ الموقف فريق تشيلسي البلاك ستارز اذا تنطلق المباراه شد في العضله الخلفيه لكن امبارح فقط تاكد بنسبه 100% انه مش هيقدر يلعب محمد احمد المرغاني ابراهيم صلاح اللاعب اللي لعب كل لقاءات نادي الزمالك بكامل الدقه كرات كلها فضائيه ينزلها المره دي توفيق عند ابراهيم صلاح بيوزع في اتجاه شيكابالا خدها شيكابالا
ولكن تهرب منه وتعمله علشان يمسك اي محاولة في اتجاه مرمى. الشايب يقطع ومصطفى مشير يلعب كرة امامية بترتد من ابراهيم صلاح. مرسي لصامويل كيرا، التمريرة الامامية على طول بيقفلها ابراهيم صلاح ويطلع عصر زي ما لعب اللقاء الماضي. وماكيدا بيضيف ورقة هجومية تمتلك المهارة والتقدم والسرعة. ابراهيم صلاح يضغط في وسط، ابو حديد ياخد، احمد توفيق يتدخل، تاني ابو حديد، تاني ابراهيم صلاح يكمل امامية رزاق. اعتماد على المتقدم بهدف وبيلعب مع فريق الانتاج الناقص ناقص لاعب. لعبة الكوالا، شيكابالا يستلم وعايز يمر لكن يعطله على طول. مدحت رمضان ترد الكرة من جديد عند ابراهيم صلاح، يبدا من الجهة اليمنى عند احمد سامي. عبد الوهاب، عبد الوهاب عايز يمر، قاطع على طول ابراهيم صلاح. احمد جعفر، جعفر شيكابالا حلوة، قطع له رزاق من بعده شوقي السعيد. ضغط زملكاوي ثاني، ابراهيم صلاح كمل عايز يعمل هات وخد. جعفر، جعفر ضعيفة يا جعفر. اصحاب المستوى العالي، رزاق مستمر في التهديف للمباراة الثانية على التوالي. خش على عبد الشافي، وعبد الشافي يلعب الكرة العرضية من هناك حلوة. ابراهيم صلاح لشيكا، حط له ثاني، هوبا يا سلام يا ابراهيم يا صلاح. يا حسام عبد الجواد يلم ويلعبها ثاني، ثاني يقطع ابراهيم صلاح. ممشي اللعب محمد فاروق على اساس ما كانش فيه تعمد. تضرب تاني في ابراهيم صلاح وترجع. ورضا متولي على دكه البدلاء، حكمنا محمد عبد القادر مرسي ومعاه جاله شغل كتير رائد. دليل ان الجنب الشمال في الزمالك شغال. رائد منسي، تمريره وحشه جدا اتقطعت بسهوله من ابراهيم صلاح. شيكابالا رجع ورا، عنده ثوابت ما بيستغناش عنها زي احمد المرغني، هيخليه مكمل في وسط الملعب. رضا متولي لابو خليل، مقطوعه تاني. التشكيله هو وعمرو الزكي لحد ما يرجعوا كده ودماغهم تتظبط مع فرقتهم. تاني ابراهيم صلاح زايد لقدام، دي الحته اللي بنتكلم عليها. احمد شعبان عنده الملكه بوش رجله الخارجي، وانطلاقه من عمر جابر اقتحم بيها بشكل كويس قوي. لو العرضيه ظبطت احمد جعفر يقدر يخلص على طول على الهجوميه مع احمد جعفر، انما تتقطع مره ثانيه خدها شريف حاسم ويلعبها لقدام، تتقطع وتروح لابراهيم صلاح مرتين ثلاثه، الكره رايحه جايه لاحمد جعفر بلمسه حلوه، واخد الثلاث نقاط وجمد المباراه فنيا زي ما هم بيعملوا دلوقتي. انما هجمات وطه علي يسلمها عند اسلام الشاطر بنقلتين، انما الاثنين مش هيقدروا ينجزوا الهجمه بالضغط اللي عملوه لعيبه نادي الزمالك بثلاث لعيبه. ومحدش عبد الواحد لازم يتكلم ويقول له طلع، يا اما يسيبها له ويطلع ياخدها، انما طالما المدافع قريب من الكوره حارس